وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، المنظمة وزعت منحا مالية على العائلات النازحة في مخيمات بالخالدية في محافظة الأنبار، هل لك أن تحدثنا أكثر عن هذه المساعدات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نهنئكم ونهنئ العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله يعيده علينا وعلى أمة جمعاء بالخير والبركة. في الحقيقة هذه الحملات المتواصلة كانت حملات مكثفة خلال الأيام العاشرة الحجة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. نظمت منظمة أم القرى لإغاثة الإنسانية هذه الحملات لتوزيع المنح المالية على العائلات النازحة في المخيمات المنزوح في محافظة الأنبار في خالدية وفي الحبانية وفي عملية الفلوجة، وأيضا في الموصل كانت هناك حملتان داخل مدينة الموصل خلال هذه الحملات المتواصلة الخمسة. وهذه الحملة في الأخيرة كانت بالتعاون مع قسم الإغاثة لهيئة علماء المسلمين، وتم التوزيع على هذه العوائل قرابة 300 عائلة نازحة من الموجودين في مخيمات الخالدية. وأيضا كان من ناحية أخرى كانت هناك في الأمس انتهت حملة امتدت لعشرة أيام أيضا نظمتها منظمة أم القرى توزيع مادة الثلج على العوائل النازحة الموجودة في عمرية الفلوجة مخيمات العمرية، وكانت هذه هي أيضا المرحلة الثانية خلال شهر واحد في نظرا لارتفاع درجات الحرارة وتلبية المناشدات العوائل هناك بتوفير مادة الثلج وحاجتهم الماسة إليها. كيف وجدتم موضوع النازحين في مخيمات النزوح في محافظة الأنبار؟ والله عموما في الحقيقة يعني مأساة، يعني حاجتهم يعني لا يحتاجون عليها، هم في العراء في هذا الصيف درجات الحرارة مرتفعة، قلة الخدمات، قليل من يلتفت، يعني هناك نزوح في منظمات كثيرة منظمات الإغاثية عن التواصل مع هؤلاء النازحين في هذه المخيمات. يعني هناك فقط نذر يسير يعني ممكن يعني سد الرمق يمكن ما يحصلون عليه في هذه المساعدات من ما تقدمه يعني دائرة الهجرة وما تعيش طيب. أو المنظمات ما تجود به على ما حتى الإمكانات المتوفرة، فهم يعني أوضاعهم إنسانية صعبة يمرون بأزمة إنسانية مستمرة هذه الخمس الحالة الاجتماعية والحالة النازحين يعني نحن. أنت وصفتها بأنها صعبة، هل تعتقدون أو هل ترون أنهم يحتاجون إلى المزيد من المعونات، وما الذي يحتاجونه بالفعل؟ بالتأكيد هم بحاجة إلى كل شيء، كل شيء يمكن أن تقدمه المنظمات أو أي جهة أخرى يمكن قادر على تقديم مساعدة لهم من الغذاء والدواء والرعاية الاجتماعية وتوفير العيش الكريم وظروف العيش الكريم، هم يعني بحاجة إلى أي مد يد العون والمساعدة لأن ظروفهم صعبة. ماذا يمكن أن يتخيل لعوائل أطفال ونساء وكبار السن يعيشون في العراء سوى خيم لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء. فيعني أبسط ما يمكن أن تقدمه هذه المنظمات هو قضية الأكل والشرب أو الملبس المعدل، فيعني ما يمكن كل ما نقدمه ولا يسد يعني سوى الجزء بسيط ما يحتاج. دكتور عبد القادر، هل تواصلتم مع النازحين وسألتهم ما إذا كانت هنالك جهات حكومية، هلال الأخضر العراقي، عفوا الهلال الأحمر، الصليب الأحمر، هل وصلت هذه المنظمات الدولية أو المحلية لهم أم أنكم متفردون في مساعدتهم؟ والله يعني كثيرا ما نسألهم هذا السؤال، أن هناك متابعة من الجهات الحكومية من منظمات تأسيس، قالوا يعني منذ سنة تقريبا يعني شبه انقطاع عن من المنظمات، هناك تقدمهم جهات تقدم لهم حصه تمويليه
لكنهم يقولون لا تكفينا هذه الحصه من الحصه التمويليه اللي يقدمهم الشهريه، لا تلبي حاجتهم، هناك نقص في الخدمات الطبيه، الرعايه الطبيه، خدمات في المياه، الشرب، كثير من الابار يعني وجدناها معطله، استطاعت المنظمه الحمد لله ان تعيد تاهيل خمس ابار في هذه العمليه وعمليه التلويج القطانيه. ايضا هذا من الامور الاساسيه التي ينبغي عن الجهات المعنيه ان تواصل في صيانه وتاهيلها، هذه ايضا يعني قضية الماء هي أساسية وضرورية للحياة، هذه أيضا يعني ممكن أن تلخص المشهد وحالهم الصعب. من محافظة الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الإغاثية الدكتور عبد القادر محمد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.